هذه مشاهدينا انفجارات جديدة الآن تحدث في قطاع غزة مع استمرار شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوم واسع على أهداف لحركة حماس في غزة، كما صرح الجيش الإسرائيلي قبل قليل. هذه الغارات عنيفة ومتواصلة على قطاع غزة ومستمرة، وثقناها معكم مباشرة على الشاشة وهي تحدث في الدقائق القليلة الماضية. استمعنا معكم إلى صوت القصف والتفجيرات والانفجارات وأيضا أعمدة الدخان التي تتصاعد.